دنيا الأطفال. صغيرة كانت تعيش جماعة من العصافير ودب وعدد من الأرانب. كانوا يؤلفون أسرة صغيرة. اعتاد جيرانهم من الحيوانات أن يطلقوا عليها اسم أسرة الغابة. كان أفراد الأسرة يتفرقون صباحا للبحث عن قوتهم ويعودون في المساء ليجتمعوا ويتسامر ويروي كل منهم ما لقيه من مخاطر وصعوبات. في إحدى الأمسيات تمددوا تحت ضوء القمر، فقال الدب: هناك أمر يشغل بالي. سأل الجميع: وما هو هذا الأمر؟ ما هو هذا الأمر؟ ما هو هذا الأمر؟ ما هو هذا الأمر؟ أجاب الدب: أنتم تلاحظون أن الشتاء بدأ يقترب، ويبدو أنه سيكون شتاء قاسيا. إنني أكثر مقاومة للبرد من الجميع، ولكني أفكر فيكم يا أصدقائي. أجاب الجميع بصوت واحد: وماذا تريد أن نفعل؟ ماذا تريد أن نفعل؟ الدب: لنبني بيتا يتسع لأفراد الأسرة، وبذلك نتقي قسوة الشتاء. العصافير: نحن لا نستطيع أن نخفو إلا إذا قبضنا بأصابعنا على غصن من الأغصان. سنضع بعض الأغصان في ركن من البيت يا عصافير. ونحن الأرانب نحتاج إلى جحر في الأرض. ولكن ماذا تريد الأرانب؟ تريد جحرا في الأرض. ولكن الحفر تحت الأرض يؤذي البيت، كما أن الحياة في الجحور تسيء إلى صحتكم أرنوبات. واقترح عصفور أن يطرح موضوع البيت على التصويت. نعم، إنها الديمقراطية، وصوتوا عليه ونجح المشروع. سأل الدب: كيف ينبغي أن نعمل؟ ما هي طريقة العمل؟ العصافير: سيو 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 سيو، نحن نحفر الأساس، نحن نحفر الأساس. نعم، نتكفل بالحفر. العصافير ستحفر الأساس. جيد. الأرانب: دعوا هذا العمل لنا، فإننا نجيده نحن معشر الأرانب. العصافير: بإمكانكم أن ترصفوا الحجارة لترفعوا الجدران. وماذا سأفعل أنا دب؟ ماذا سأفعل؟ لم يبقى لك سوى السقف يا دب. تصعد الجدران وتمدد العيدان وتسترها بالأعشاب والقش. نعم، السقف، تكفل أنت بالسقف، نحن الأرانب نقول لك ذلك. بدأ الجميع العمل منذ الصباح الباكر. كانت العصافير خش 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 تحفر بأرجلها الصغيرة، والأرانب تحاول حمل الحجارة. أما الدب فكان يجمع القش والأعشاب والأعواد. في اليوم الثاني رصفت الأرانب الحجارة، وتقدم الدب وصعد الجدار. دب يصعد الجدار، ما هذا؟ طلب من الجميع أن يناولوه الأعواد، ولكن ما كاد يتحرك. حتى ماذا جرى يا أطفال؟ حتى تدحرجت الأحجار وتداعى البناء وسقط الدب. نعم، سقط الدب.
جلس الجميع واجمين ولم يتفوه أحدهم بكلمة. في تلك الأثناء مرت السلحفاة، نظرت إليهم وأدركت أن أمرا سيئا قد حدث لهم. قالت السلحفاة: مرحبا أيها الأصدقاء. أجاب الجميع بفتور وحزن: مرحبا أيتها السلحفاة، مرحبا أيتها السلحفاة، مرحبا أيتها السلحفاة. السلحفاة، ماذا حدث؟ أردنا أن نبني بيتا، العصافير حفرت الأساس والأرانب حملت الحجارة ورسفتها والدب صعد الجدران ليقيم السقف، وفي لمحة عين ضاع كل شيء وذهب تعبنا هدرا. نعم سلحفاة، سدى أدراج الرياح. نعم وذهب سدى كما قالت شهد، وذهب أدراج الرياح. ما أجمل تعبيرك يا شهد. السلحفاة: إنني جائعة وأريد أن تقدم لي شيئا من الطعام. نهض الجميع وأحضروا ما عندهم: جزر وفتات خبز صغيرة وبعض حبات القمح والذرة. شكرتهم السلحفاة وقالت: أريد منكم أن تشاركوني في الطعام. تناولت جزرة وقدمتها لأحد العصافير قائلة: هذه لك يا عصفور. تعجب العصفور وقال: أنت حكيمة أيتها السلحفاة، فكيف تطلبين مني أن أكل جزرة وفمي خال من الأسنان؟ ها؟ إن من يستطيع أكلها هو الأرنب. بطبيعة الحال الأرنب يأكل الجزر ليس العصفور. سكتت السلحفاة وتناولت حفنة من القمح ونثرتها أمام الدب وطلبت منه أن يلتقطها ويأكلها. عجب الدب من أمرها وقال: أيتها السلحفاة الحكيمة، أنت تعلمين أنني لا أستطيع أن ألتقط بكفي الكبير أشياء صغيرة كهذه، إن من يستطيع ذلك هو العصفور. نعم العصفور، هل هو صحيح في تقديره يا أصدقاء؟ صحيح. حسن حسن، أنتم تعرفون الطعام الذي يناسبكم ولكنكم تجهلون العمل الذي يصلح لكل منكم ولهذا البناء. وكيف ذلك يا سلحفاة؟ كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ السلحفاة: سأشرح لكم الأمر. لقد حفرت العصافير الأساس ولكنها بمخالبها الصغيرة لم تستطع أن تحفر أساسا عميقا. كان ينبغي أن تحفر الأرانب الأساس، فهي أكثر مهارة من العصافير ومخالبها أقوى. هذا صحيح، هل هذا صحيح أصدقائي؟ نعم. وقد حملت الأرانب الحجارة ووضعتها، ولكن الأرانب الضعيفة لا تقوى على ذلك العمل، لذا كانت تنقل قطع الحجارة الصغيرة. إن من يصلح لهذا العمل هو الدب. الدب، نعم أصدقائي، هذا ما قالته السلحفاة. إنه قوي العضلات ويستطيع نقل الحجارة الكبيرة ورصفها. صدقت السلحفاة أم لا؟ نعم صدقت السلحفاة. إن الدب بجسمه الثقيل صعد الجدار ليمدد العيدان وينثر الأعشاب، ولم يقوى الجدار ذو الأحجار الصغيرة على حمله، فماذا جرى؟ سقط البناء. سقط البناء. إن العصافير بأجسامها الضئيلة ورشاقتها تستطيع أن تعمل مجتمعة على نقل العيدان بمناقيرها، ثم تغطيها بالقش تماما كما تفعل حين تبني أعشاشها. أطرق الجميع رؤوسهم، أدركوا أنهم قد ارتكبوا ماذا؟ خطأ كبير. هذا ما هو موجود بالقصة. نعم ارتكبوا خطأ كبيرا. في اليوم التالي بدأ العمل أصدقائي من جديد، لكن على قواعد وضعتها السلحفاة وفهمها الجميع وأدركها الجميع واقتنع بها الجميع.
إذن كان كل منهم يقوم بعمل يناسبه. الأرنب تحفر الأساس، والدب ماذا يفعل؟ ينقل الحجارة، والعصافير تذهب وتجي حاملة العيدان والقش. وفي المساء، في المساء ماذا رأينا؟ بيتاً جميلاً. رأينا بيتاً جميلاً يرتفع، وقف أفراد الأسرة أمامه منشرحين مسهورين فخورين بهذا العمل، لأن كل واحد منهم أصدقائي ماذا فعل؟ قام بدوره المناسب. نستمع إلى نغم ثم نعود معكم. أريد أن أقول شيء بعد الموسيقى. شهد، أحضر الكلام، سوف نتكلم حول هذه الحكاية وندرك معانيها، لكن بعد أن نستمع إلى جزء من نغم. تفضلي عفيفة. الحكيمة ويظل الشاهية لهناس حافظت فتحت للرسم. ليس كل تحب ترسم. نحب نعلق شوية على رسمة ياسين عبد المولي من الحي البلدي، مدرسة الحي البلدي. يعطي صحة ياسين. ياسين ارسم الصحراء، النخيل، الجمل، الخيمة.
غليني جميع الفضاء الموجود على الورقة، وهذا ما قام به ياسين. والأوتاد متاع الخيمة وهذا العصفور الطائر ما نعرف شنو النوع متاعه، يعطيك الصحة يعني. له خيال واسع. له خيال واسع، وقال لي ما عمري ما زرت أنا صحراء، لكن شاهدتها في التلفاز. إن شاء الله تشوف على عين المكان، على خاطر عندنا برشا مناطق في تونس، وخاصة احنا في قادمين على العطلة الشتوية، تمشي لتوزر وتمشي للقبلي وتمشي غابس وتمشي يعني للواحات وللنخيل. أنا متأكد أنه استطاع أن يرسم عن كل شيء على الورقة، يعني يرسم بالقلم، يعني أنا متأكد أنه في التعبير الكتابي يعني يكون ممتاز، لأنه لأنه معناها يستطيع أن يعبر بالقلم، يعبر بالقلم، يستطيع أن يعبر بالكلمة. والله أيضا جيد جيد، يعطيك الصحة سي حافظ أنت على التعليق هذايا على الصورة. زيد وضح لنا يعني ملامح الصورة سي حافظ بهذا التعبير. هذا شنو فطورنا اليوم؟ هذا شهد سمكة يظهر فيها ذي كعيبة أورات ذي شو رأيكم في الرسمة أصدقائي؟ رسمة شهد رائعة اليوم الصور علينا. نشكر أنيس متاع الرسم اللي هي تعلمني في الرسم، اسمها نيلة. والله جيد، رسمة هيلة يعني. هنا استعملت الخطوط، استعملت الخطوط ونحات الغطاء متاع قارورة الماء، استغلته زيادة باش تعمل دائرة كما ينبغي، وجيدة جيدة. سمكة معناها نتشرفوا بها احنا لهنا. يسعدنا انه تعرفنا على سمكة شهد. شو اسمها السمكة هذه يا شهد؟ تعطيها اسم، تعطيها اسم به، تعطيها اسم. اي ازيقا عنترة. عنترة به عنترة. عنترة في بيلة في الصحراء متاع ياسين يكون موجود. نقول انها مرجانة. مرجانة يكون اقرب للمرجان، لانها مرجانة هي بطلة من قصة بين البر والبحر. اوه ذكرتني في مرجانة. مرجانة تذكرينها؟ نذكرها جيدا. تحكي لي هذه القصة. امي دائما قبل النوم تحكي لي قصة مرجانة. قصة مرجانة للاستاذ حافظ ذياب القصة هذية. قصة مرجانة عندك انت القصة هذية؟ مرجانة هذيك اللي قررت باش تعيش عيشة الرفاهية. أيوة. وتخرج من البحر الموطن الأصلي متاح. إن شاء الله نجيو هذه، إن شاء الله نجيو للقصة هذية بين البر والبحر. مع تحياتنا دائما للمبدع والكاتب ومنتج يعني مساهم في هذه الحصة بقصد كبير في نجاح هذه الحصة إن شاء الله سي حافظ ذياب. إذن أصدقائي ما رأيكم لو إشهار وقصير تقولوا لي سيدة عفيفة؟ نتمديو نمشيو يعني مع الإشهار ومن بعد نمشيو للمسابقات. نفع واستنفع، استثمر باش تثمر، أعطي قيمة لموالك وخليهم يبنيوا مستقبل خير ليك لعائلتك ولبلادك. حساب توفير لمصرف الزيتونة هو ادخار مثمر يخليك تحصد أرباح جد تنافسية تتوافق مع مبادئ المالية الإسلامية اللي تعتمد على المضاربة. واليوم جديد حساب توفير بطاقة بنكية تخلي لك مدخراتك على ذمتك في أي وقت. المزيد من المعلومات على رقم 81 10 55 55، وعلى صفحة الفيسبوك بنك زيتونة. مصرف الزيتونة قيم تجمعنا. الكيس اللي الطاولة بيه تزيين وثومي أفار، تلقاني في MG 990 ملي مكهو. MG أعز حاجة عندك كل يوم. تحلم بسمارتفون بيرفورمان وسومو أليشان؟ السامسونج جالاكسي ايس 4 جديد رياليز تي ريف. بروسيسور كورتكس A7 ايكران 4 بوس، دوبل كاميرا، اباري فوتو 5 ميجا بيكسل افيك فلاش، دوبل سيم، لوك مودرن، اخر فيرسيون اندرويد، وهذا الكل ب 299 دينار اكاهو. لو سامسونج جالاكسي ايس 4 اكزيست اوسي اون فيرسيون لايت مونو كاميرا 249 دينار. كلمنا بلاش عن نيميرو فير سامسونج 80 100 12. خبرتنا على ذمتكم. راديو سفاقس، عشرة دايمة.
تحلم بسمارتفون بيرفورمان وسومو أليشان السامسونج جالاكسي ايس 4 جديد رياليز تي ريف. بروسيسور كورتكس A7 اكران 4 بوس دوبل كاميرا اباري فوتو 5 ميجا بيكسل افيك فلاش دوبل سيم لوك مودرن واخر فيرسيون اندرويد وهذا الكل ب 299 دينار اكاهو. Le Samsung Galaxy S4 existe aussi en version light monocaméra 249 dinar. Kellamna blech a numéro vert Samsung 8012. Khabritna ala dhmatkom. Al kalima lil atfal. دقيقة بعد العاشرة صباحا، أنتم معنا دائما في دنيا أطفال. الأطفال هي دنياكم أصدقائي، ونحن ضيوف في هذه الدنيا. شكرا لكم على الاستقبال، وكنا قد قدمنا قبل قليل السلحفات الحكيمة. قلت لي عندنا تعليق بالنسبة للسلحفات الحكيمة من حي الحرية. نبدأ، تفضل صديقتي. عجبتني القصة وحكمتها أن كل شخص يقوم بعمله المناسب. كل شخص يقوم بالعمل المناسب كي ينجح هذا العمل. صديقتي هاي تفضل. عجبتني كثير من هذه القصة، وفيها حكم السلحفات، والسلحفات حقا هي حكيمة. والعبرة لكل شخص دور في الحياة. لكل شخص دور في الحياة. نعم، عجبتني هذه القصة كثيرا، لأن هنا تبين لي أن مدى حكمة هذه السلحفات وكل واحد وعمله. نعم، وقام بدوري. تفضلي صديقتي. راقتني هذه القصة كثيرا، لأنها تعلم أن الشخص يقوم بعمله المناسب ويقوم بما يستطيع القيام به حتى ينجح المشروع الذي يريده. نعم، سي حافظ تعقيب. يعني تقريبا بالنسبة للأطفال اللي شاركوا يعني وقفوا معنا على العبرة الموجودة في القصة. أيوة. هي قبل كل شيء أنا ما أحوجنا اللي أنواع هذه الأنواع من القصة. نعم. وهذه العبر الموجودة في القصص. لأن قصة بدون عبرة لا تساوي شيء. نعم. والعبرة الموجودة في القصة هي الشخص المناسب في المكان المناسب. في المكان المناسب. وخاصة السلحفات عندما يعني رأت الخطأ يعني المرتكب من طرف الحيوانات، يعني أعطتهم المثال متاع الأكل يعني أصحته بطريقة طريفة. أي طريقة طريفة وذكية جدا. ذكية جدا. لم تبين لهم، لم تذهب لم تعاتبهم، لم تؤنبهم، لم وإنما كانت متأدبة. يعني في حكيمة أحسنتي، يعني في رأيها وقالت لهم معنى يجب أن تفعلوا كذا وكذا بأخلاق رفيعة وبمستوى عالي. ما أحوجنا إلى ذلك. رغم أني أحيي مجموعة الحيوانات، العصافير، الدب والأرانب، على التضامن. روح التضامن موجودة يا أطفال، والتآزر موجودة من الأول. معناها فما مودة، هناك مودة التي نبني عليها بقية الأعمال. شنو رأيك سي حافظ؟ خاصة التشاور. يعني نعم. كل واحد أخذ دوره، تقسيم الأدوار بدون شجار، بدون خصومات، يعني تشاوروا، يعني حسن معناها تقسيم الأدوار. رغم أنهم أخطأوا ولكن قابلوا الأصلاح، كذلك قابلوا النصيحة. نعم. جيد. مجموعة حيوانات يعني لهنا في القصة هذه تعطينا برش عبر. متضامنين هم من أولهم، تضامنوا لكن أساءوا توزيع الأدوار. جاءت السلحفات أصلحت ذلك، قابلوهم بالنصيحة. ما حوجنا أن نقبل النصيحة يا أطفال، يعني والنصيحة كانت يعني خفيفة بطريقة كما قلنا طريفة. ما تبقى من الوقت سنقضيه في عالم المسابقات. هيا، هل أنتم مستعدون أصدقائي؟ نعم. فكلنا في عالم المسابقات رابحون، إن كنا بالمعلومة أم بالجائزة المهداة من إذاعة صفاقس، وهي عبارة عن مجموعة من الكتب. دنيا المسابقات. دنيا المعرفة والمعلومات.
أهلا وسهلا بكم في عالم المسابقات. أين الذكاء؟ أين النشاط؟ هل هناك نشاط؟ نعم. نسمع تصفيقة من عند حي الحرية. التصفيقة ناشطة من عند حي البلدي. التصفيقة ناشطة أيضا. هناك تساوم في النشاط. وننطلق الآن أصدقائي مع المعلومات. تفضل السؤال الأول سي حافظ. نبدأ بمدرسة حي الحرية. مدرسة حي الحرية تم يوم الخميس أو تم يوم 5 ديسمبر من هذه السنة 2014 تم إحياء ذكرى اغتيال مناضل نقابي وهو محمد علي الحامي، فرحات حشاد أو حبيب عاشور. قليل من الموسيقى. تفضل يا عفيفة قليل من الموسيقى. لا أشاهد لا استمعانية بالأمر يا شاهد، إلا إن تعذر علينا الأمر فإننا نلجأ إلى معلومات شاهد. فرحات حد نأخذ الإجابة. فرحات حشاد. يعني سمعت الإجابة أولا من أبناء مدرسة الحرية وقالوا فرحات حشاد. اكتمي الأمر يا شاهد ولا تتكلمي بعد الآن وإلا تحولت إلى شريرة. هل تريدين أن أفترسك؟ نعم. إذن شاهد سؤال معني به الحي الحرية والإجابة صحيحة. نسجل مع بعضنا نقطة ونذهب إلى حي البلدي. الجزء الثاني من السؤال. أسس الاتحاد العام التونسي للشغل من طرف فرحات حشاد سنة 1946 1947 1948. عندكم إجابة؟ نعم. غير موسيقى؟ تفضل. 1946 والإجابة صحيحة. تصفيق. الحمد لله أن شاهد لا تمتلك الإجابة هذه المرة. لا تمتلكين الإجابة. لا. نعم. إذن هذا السؤال يعني في التاريخ وأحفظه جيدا، يعني تاريخ ميلاد فرحات حشاب، تاريخ اغتياله، إذن هو زعيم نقابي، لأنكم ستحتاجون إلى هذه المعلومات إن شاء الله في الحركة الوطنية. وخلافا عن ذلك فنحن نفخر بهذه الشخصية أصدقائي. نعم. إذن السؤال الثاني الخاص بحي الحرية. استمعوا جيدا. حي الحرية يشارك في الانتخابات الرئاسية أو التشريعية كل مواطن تونسي بلغ 18 سنة، 20 سنة، 25 سنة. بدون موسيقى أصدقائي. ذكروا جيدا. إذن 18 سنة، 20 سنة، 25 سنة. الإجابة صديقتي 18 سنة. والإجابة صحيحة. صحيحة. من 10 سنة يكون كالطفل يكون قاصرا عند 18 يصبح. نعم أحسنتي. إضافة إذا إذا هذا ما هو موجود في الفصل 54 من دستور البلاد التونسية. كم بقي على 18 بالنسبة لكم أنتم لممارسة هذا الحق؟ سبع سنوات. العمر لكم كله أصدقائي. ونمضي مع مدرسة الحي البلدي. دائما في نفس الخط وفي نفس الميدان. الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب حق لكل مواطن تونسي بلغ 18 سنة، 23 سنة، 25 سنة. هل السؤال واضح؟ الترشح أعيد الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب أن يكون عضوا في مجلس النواب يمثل الشعب. أيوة. حق لكل تونسي طبعا بلغ 18 سنة، 23 سنة أو 25 سنة. قليل من الموسيقى عفيفة، قليل من الموسيقى. هذه كلها يعني موجودة في دروس التربية المدنية في برنامج السنة السادسة وفي الفصل 53 من دستور البلاد التونسية. إذا انتظروا الإجابة. إجابة أصدقائي في حي البلدي 25 سنة يقولون، ولكن الإجابة 23 سنة. هي الإجابة. وللأسف أصدقائي ليس هناك، لا تسجلون نقطة، ولكن المعلومة تستفيدون بها وترسخ في الذهن. إذن أنا أريد أن أعيد المشاركة في الانتخابات يعني 18 لكن المشاركة
كي أكون عضو في مجلس النواب. في مجلس نواب الشعب يجب أن يكون 23 سنة. أي السؤال الموالي الخاص بحياة الحرية. نعم، الدولة التي لا ينكس علمها هي المملكة العربية السعودية أم لبنان أم العراق؟ معناها ما يهبطوش العلم، ديما يبقى مرفوع العلم في مهما كانت المناسبات، مهما كانت المناسبات. إذن الدولة التي لا ينكس علمها أو يبقى دائما علمها مرفوع. في السنة الفارطة في السنة هذه قمنا بالعديد من المرات بنكس العلم في مدرسنا الابتدائية عند يعني اغتيال جنودنا. قمنا بالعملية هذه هكا ولا هذيك ايش معناها ننكس الأعلام؟ نكس العلم لا يرفع. الدولة التي لا ينكس علمها السعودية، لبنان أم العراق؟ قليل من الموسيقى، نرى الموسيقى ثم وقت أصدقائي الإجابة. تفهمتوا مع بعضكم؟ أي المملكة العربية السعودية. إلياس هل أنت متأكد من ذلك؟ متأكد. لبنان. هل أنت متأكد؟ أخذوا الإجابة الأولى اللي أنت اللي نطقوا بها. متأكد. والإجابة المملكة العربية السعودية. والإجابة صحيحة، المملكة العربية السعودية لا ينكس علمها. استمعوا جيدا. إلياس اقترب قليلا للمجموعة كي تفيد هذه المجموعة التي يجعل السعودية لا تنكس علمها. هو أن العلم تبرى دولة إسلامية. أيه هي مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله. محمد رسول الله، لذلك لا ينكس هذا العلم، لا ينكس ولا العلم. دائما يبقى مرفوع. إذن نمضي الآن مع مجموعة الحي البلدي في السؤال رقم السؤال رقم 3. نعم تفضلوا. كلمة القشلة. القشلة وهي كلمة موجودة في وثيقة تاريخية في كتاب السنة السادسة بالشعب. كلمة القشلة حي الحرية تعني الثكنة أو السكنة، المدرسة أو الكلية. القشلة تعني الثكنة، المدرسة أو الكلية. نعطيكم موسيقى ولا عندكم الإجابة؟ متأكدين من الإجابة؟ زيدوا تشاوروا مع بعضكم. نعطيكم شوية موسيقى. الوقت أصدقائي. نعم. الإجابة عند ياسين. السكنة. السكنة متأكدون؟ والإجابة صحيحة. نعم الإجابة صحيحة الحي البلدي. شوف هذه يعني إشارات بسيطة. كلمة القشلة وردت يعني في وثيقة تاريخية وهي قشلة العطارين التي بنيت من أمر من حمودة باشا لإيواء الجنود الانكشاريين. والآن يعني قشلة العطارين هي المكتبة الوطنية بتونس العاصمة بالمدينة العتيقة. إذن حافظين درسهم ولا؟ يعطيهم الصحة. نمضي إلى يعطيكم الصحة. صحيح. هي جزئية بسيطة موجودة في يعني في وثيقة تاريخية. عندهم ثقة في أنفسهم. يعطيهم الصحة ما شاء الله عليهم. أي نمشي والحي الحرية. كمل المثل. أكمل المثل. أيوة. أيوة. الاعتراف بالحق. فضيلة أم وسيلة أم واجب؟ فضيلة. الاعتراف بالحق فضيلة، وأنا أعترف بحقكم أصدقائي في حي الحرية أنكم ناشطون حاضرون ما شاء الله. أيضا أصدقائي في الحي البلدي. أكمل المثل دائما. إذن تابعوا جيدا. خاطبوا الناس على قدر جيوبهم، على قدر عقولهم، على قدر مستواهم. خاطب الناس أي كلموا الناس على قدر. نعودوا لهم محاولات. لحظة أصدقائي، لا خليهم حقهم هما في الإجابة. خاطب الناس على قدر جيوبهم. نعم. خاطب الناس على قدر عقولهم. نعم. خاطب الناس على قدر مستواهم. صديقتي على قدر عقولهم. على قدر عقولهم. هل الإجابة صحيحة؟ نعم الإجابة صحيحة فعلا. أنتم أصدقائي محلاك تبدأ الإجابة حاضرة وكونوا متأكدين من أنفسكم ومع التشاور اللي حكي عنه في القصة تتشاورون ما فيما بينكم فتعطونا إجابة إن شاء الله صحيحة. السؤال الأخير بالنسبة للفريقين حي الحرية. هنا أريد شيء من التركيز. إلياس أبعد العيون يا إلياس. متر مكعب من الهواء. أيوة يزيد. لا لا لا, لا. التركيز يهديك. لحظة بلكش مش هاتيكم سؤال مغاير. ركزوا إيه. مش كنت التامدة في الامتحانات. أنا عارفه من مشي مباشرة. بطبيعة متر مكعب من الهواء يزن 1.3 غرام.
واحد كيلوغرام فاصل ثلاثة، واحد طن فاصل ثلاثة. فكر، لا فكر جيد، فكروا جيد، فكروا تحتكم وقتوا عند موسيقى. يا إلهي ما هذا التسرع، تشاوروا فيما بينكم أصدقائي. أعيد السؤال، متر مكعب من الهواء أيوة. يزن واحد غرام فاصل ثلاثة أيوة. واحد كيلو غرام فاصل ثلاثة، واحد طن فاصل ثلاثة. موسيقى يكفي موسيقى. الإجابة واحد كيلو غرام فاصل ثلاثة. واحد كيلو غرام فاصل ثلاثة الإجابة صحيحة. أحسنتم. ماذا نفعل مع حي الحرية؟ ما شاء الله عليهم، لأن أنا كنت أتوقع وهذا ما ذهبوا إليه في الأول أنهم سيقولون واحد غرام فاصل ثلاثة. هل كنتم تمتلكون الإجابة أصدقائي؟ نفس الإجابة يعطيكم الصحة، قلتم في حي البلد أنا جيت لأنه قلنا إحنا ودرسنا خلينا نسمع المعلومة في السنة أن نرد بأن واحد لتر من الهواء يزن واحد غرام فاصل ثلاثة. بما أني قلت واحد متر مكعب من الهواء، والمتر مكعب من الهواء يعني ألف لتر، إذا نضرب واحد غرام فاصل ثلاثة في ثلاثة وحول الفاصل بثلاثة درجات إلى اليمين فتحصلوا على 1300 غرام، وحولوا إلى الكيلوغرام فأتحصلوا على واحد كيلوغرام فاصل ثلاثة. وظيفوا التناسب هنا. ويرددون القاعدة وراءك أستاذ. يعني أي ما شاء الله عليهم، ما شاء الله عليهم كلهم، حي البلدي وكذلك حي الحرية. إذا أصدقائي نحب نشير يا مي، يا أصدقائي نحب نشير العيب في التلامذة، يعني التسرع. التسرع فعلا. ساعات السؤال معناها يقرأ منه الكلمة يقول وينزل معناها على الكلمة هذيك، يهبط على الكلمة هذيك ويجيب إجابة خاطئة، برغم لو كان يركز شوية يلقى الإجابة صحيحة والمعلومة تكون عنده، حافظ درسه وإعداده جيد. لما التسرع؟ ردوا فيكم والتسرع. هذا خطأ المرتكب من العديد من الأطفال. على الحكاية اللي حكيتها إذا أنت رجعت للحكاية شهد الحكيمة. يعني فاصل هذا. فاصل. أريد أن أقول شيئا. أي تفضل. لقد صدق من قال يفنى مال الجدين وتبقى صنعة يدين. حقا فيد الإنسان هي آلته العظمى. نعم. ما رأيك؟ يعني رأيي يا شاد هذه من القوالب الجاهزة التي نجدها في كل المواضيع. على كل حال ربما ما قلته الآن يوظف في شيء آخر. نعم نعم. ولكن أحسنت يعني أحسنت يا شاهد، هي ملعقة من العسل أهدتها لنا شاهد الآن لكي نواصل بجد واجتهاد في السؤال الأخير الخاص بمدرسة حي البلدي. المستوى متقارب، النشاط متقارب، يعطيكم الصحة لكن ركزوا جيدا أصدقائي. أنا أطلب من مدرسة الحرية أن لا تجيبوا كاش هم سيقولوا وإحنا يدينا هك لو قلوا إيش. إذن كتاب الأيام هو للكاتب حسين توفيق الحكيم علي الدعاجي. الأيام لمن صديقتي؟ عندك الإجابة ولا نأخذ موسيقى؟ عندك إجابة؟ إياك والتسرع وإلا جئتك بمخالب الشريرة. تحسين الإجابة؟ الكتاب لطحسين والإجابة صحيحة. لطحسين له العديد من الكتابات، الأيام واحد واثنين، وعنده دعاء الكروان أيضا والعديد من الكتابات، فعلا إجابتهم صحيحة. إجابة صحيحة يعني. وهكذا تنتهي المسابقات بفوز مدرسة الحرية. أريد أن أقول أن يعني المستوى كان متقارب جدا، متقارب جدا والمستويات يعني مستوى المدرستين يعني ممتاز جدا حقيقة. نعطيهم الصحة. كيفاش صديقتي؟ قولوا التعليق بلي، قولوا شنو الأسئلة شبيهم؟ استنى في سؤال خاطر كنا مسرعين. يا سلام هذا ما الاعتراف بالحق الفضيلة. والله أحسنتم أصدقائي، أنكم توظفوا كل ما قيل في الحصة والصراحة راحة أيضا. لهنا توظيف جيد يا شاهد، الصراحة راحة. يعني التسرع لم تكن الأسئلة يعني صعبة، في المتناول من برنامجكم، من مطالعاتكم، من ثقافتكم العامة. إذا كانت الأسئلة في المتناول والفارق هو نقطة، نقطة واحدة، نقطة يعني أتي صح ملمي بالبرنامج. يلا مسيج انتم عندكم التنشيط في دار الشباب السلطنية وكذلك عندكم النشاطات داخل المدرسة، ولكن لي هؤلاء مجموعة متواضعة من الكتب، لعلها هذه المجموعة لها يعني تضيف لأصدقائنا في مدرسة حي الحرية. ونعاود نقول سي حافظ لمن يهمه الأمر، لمن يسعى إلى مساعدة يعني المدارس وتلاميذ، نقول لمدرسة حي الحرية وكذلك مدرسة الحي البلدي في حاجة
إلى عناية، مجموعة كتب أو مجموعة يعني قواميس أو يعني كلها تفيد، وكذلك تبرع ببعض النشاطات لهذه المدارس. هذا من معناها من مشمولات الجميع، ممكن الناس أيوة المجتمع المدني، الجمعيات. صديقتي جميلة، عندك إضافة؟ عندك حاجة تحب تقولها بسرعة؟ فيه من كل المسؤول. لا قرب المزدة حكيك ما نسمعوكش. أخيرا نرجو من كل المسؤولين والجمعيات أن يساعدوا مدرستنا على تجاوز هذه الصعوبات، نعم. وخاصة بناء قاعتين جديدتين أخرى. إن شاء الله إن شاء الله يكونوا في الاستماع. باش نختم معك سي حافظ، بعد ما نهني الفايزين وكذلك نهني الحاضرين الكل ونقول لهم شرفتونا، باش نختموا بنشاط جمعية مهرجان المطالعة. إذا في نطاق نشاط جمعية مهرجان المطالعة، تم أمس السبت 6 ديسمبر تنظيم ورشات تنشيطية في المطالعة لتلاميذ الدرجة الأولى. التظاهرة شاركت فيها العديد من المدارس الابتدائية بمدرسة مركز جلولي. عنوان التظاهرة هي القصة من اللعب الحركي إلى الإنتاج. نعم. والأسبوع القادم إن شاء الله يوم السبت 13 ديسمبر سيقام نفس النشاط. نعم. ولكن بالنسبة للدرجة الثانية ونفس المكان هو مدرسة مركز جلولي. استدعاوا الجمعة الجاية بالضبط. استدعاوا في المهرجان هذا تلاميذ الدرجة الثانية يعني السنة الثالثة وتلاميذ السنة الرابعة. عنوان التظاهرة القصة من اللعب الحركي إلى الإنتاج. إلى الإنتاج، يعني نجسد هذه القصة حركيا ثم ننتج كتابيا. وين المقر؟ مدرسة مركز جلولي طريق لفران كيلومتر 4. معناها تنجموا أصدقائي تمشيوا تستفيدوا، خاصة اللي يحبوا المسرح واللي يحبوا التمثيل ينجموا يؤديوا هذه القصص حركيا ثم ينجوا كتابيا، كذلك من الرسم إلى القصة إلى الانتاج الكتابي. هناك العديد من النشاطات. نحب نشكركم شكر خاص، نشكر القائمين على هذه المدارس من المربين. إذا كان مش نحل باب التحايا رانا مش نقعدوا نزيدوا ساعة أخرى من عند أنس وأحمد اللي هم قاعدين يستني، وشفتوهم بعد باش تسمعوهم في برنامج وتتواصل البرامج على إذاعة صفاقس. نحب نقولوا في النهاية بنهاية الحصة هذه إن شاء الله كل عام وإذاعة صفاقس بألف ألف خير. شكرا أصدقائي، ودمتم متألقين، دمتم ناشطين وممتازين ومتفوقين خاصة في مجالكم مجال الدراسي. نقولوا بسلامة مع بعضنا الكل. إلى اللقاء. إلى اللقاء. الوان تعمل الكيف نجسمه عالم صافي ونظيف.